خلينا دلوقتي نروح للاتحاد الدولي اللي أعلن على الموقع الرسمي بتاعه تواجد 6 حكام ساحة لإدارة مباريات هنا بطولة كأس العالم للأندية 2023، وأعتقد ده خبر برضو مهم جدا. القائمة شهدت 26 حكم من مختلف القارات اللي بتشارك في البطولة، ومنهم 6 حكام ساحة و12 حكم راية، بالإضافة ل 8 حكام يعني. وضمت كمان، عايز أقول لحضراتكم، الفار، تقنية الفار القائمة كانت بشكل كبير عربيا، وكان أسماء كتيرة. أنا مش عايزة أقعد أقول الأسماء طبعا، ممكن إن احنا نعرضها أفضل، لكن يعني عايز أقول لحضراتكم إن قايمة محترمة في الأول وفي الآخر، كانت قايمة محترمة، وبنات نتمنى كل التوفيق ليهم، لأن ده هيكون في الصالح العام بعد كده يا كريم، ده كله طبعا هيكون في الصالح العام. هي دي النقطة، أنت لما تكون حكم بتحكم تمام وما عندكش مشاكل، ما فيش شكاوى بتيجي منك، ده بيكون للصالح ليك بعد كده، حاجه في السي في بتاعك بعد كده. ونتمنى كان يبقى فعلا في محكم مصري او حكم مصري يعني بعد كده بنشوفه في محافل دوليه وبطولات عالميه، يعني حقنا ان احنا كمان كنا نشوف ده. فهي القصه كلها مربوطه ببعض، يعني اللي بيحكم وحش او التحكيم اللي مش افضل شيء ده بيعم على الجميع، حتى على المحكم نفسه او حتى على الحكم نفسه. يعني هي القصه مش انا حكمت النهارده بشكل انا شايفه كده عاجبني وكسرت لوائح وما اتبعتش مثلا قوانين معينه والقصه خلصت. يمكن القصه زمان كانت بتخلص برضو، خلي بالك، لان ما كانش بيبقى فيه محاسبه. هي دي النقطه برضو، كان ممكن عادي جدا الموضوع يعدي، وعدى على فكره كتير، احنا مش هننسى الموسمين اللي فاتوا. فانت بتتكلم في ايه؟ في اخطاء تحكيميه بتحصل، بس ما فيش بعد كده محاسبه، يبقى انا وصلت لايه؟ طب ليه الأخطاء؟ طبعا صح. وليه الأخطاء التحكيمية كما وكيفا على الصعيدين، كواليتي وكوانتيتي الاثنين، ليه ما بنشوفهمش بنفس الكثافة اللي بنشوفها عندنا؟ ما بنشوفهاش مثلا في كأس العالم، ما كانش في مشاكل تتعلق بالفار مثلا في الدوريات الأوروبية؟ في محاسبة يا كريم، في محاسبة، النوادي بترفع بتعمل مشكلة وبيتم الرد عليها وبيتم محاسبة بشكل يعني تعسفي، الكلام ده بيحصل. وشفناه على فكرة الموسم اللي فات في الدوري الإنجليزي، لو أنت فاكر لما كنا بنقول واو الدوري الإنجليزي حصل فيه، الفار شغال عندهم حلو، قلنا إيه ده، حتى الدوري الإنجليزي حصل طبعا. لكن بيحصل، وبعد ما بيحصل بيحصل بنسبة قد إيه، وبيحصل بعده إيه؟ هنا بيحصل كتير جدا وبنسبة كبيرة جدا ومفيش محاسبة خالص إلى حد كبير، فأكيد هيتكرر تاني، يعني أمر طبيعي. طيب على كل بعيدا حاجة بقى عن حلقة الدم اللي إحنا فيها بقالنا شوية، تعالي تعالي أخدك وأخد المشاهدين. أنا اتضايقت والله.